كيف تنظر لأهمية هذه العمليات النوعية للتحالف في تحييد خطر الحوثيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك أخ أحمد ومشاهديكم الكرام. أولا، مثل هذه العمليات هي عادة ما تستهدف القدرات يعني التي تحاول ميليشيات الحوثي أن يعني تستخدمها لمحاولة تزويد القوة الصاروخية لديها بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. الجميع يعلم والجميع يعرف أن هذه القدرات جميعها تأتي من إيران كونها الراعي الرسمي للميليشيات الحوثية في اليمن، وتحاول ألا يعني لا تتوقف الميليشيات الحوثية خلال فترة معينة، أو إنما تحاول أن تمدها بهذه الصواريخ وبهذه الطائرات المسيرة أولا لتسخين الوضع سواء في المملكة العربية السعودية أو في اليمن. الشيء الثاني لمحاولة استمرار تفويض أي جهود من قبل الأمم المتحدة أو من قبل التحالف العربي لمحاولة وقف إطلاق النار، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يعني أغلب دول العالم تعاني من انتشار وباء الكورونا وما إلى ذلك. فليس أمام التحالف إلا أن يرد على هذه الهجمات باستخدام سواء الورش التي يتم تصنيع هذه أو إعادة تركيب هذه الأسلحة منها، أو الورش التي يتم العمل فيها، أو المخازن التي يتم تخزين هذه الشحنات بها. وللأسف أنه يعني خلال حتى العمليات السابقة وخلال الفترة الماضية كاملة، نعم، يستخدم الحوثيين يعني كثير من الأماكن لتخزين هذه الصواريخ في أماكن مدنية، ولكن العمليات العسكرية التي تقوم باستهدافها عمليات دقيقة جدا، وتحاول ألا تضر بالجانب المدني، وذلك عكس ما تقوم به الميليشيات الحوثية بإطلاق مثل هذه الصواريخ والطائرات المسيرة على المدن السعودية، وخاصة التي يعني لا يوجد بها مثلا أهداف عسكرية مشروعة في القانون الدولي، إنما يتم إطلاقها عشوائيا وهي غير دقيقة التصويب وغير دقيقة التوجيه، وربما يعني تصل إلى يعني أهداف سواء تجمعات مدنية، مستشفيات، يعني مدارس، أماكن تسوق. ولكن القوات الجوية، القوات الدفاع الجوي السعودية بفضل من الله أسقط جميع هذه الصواريخ والطائرات المسيرة قبل الوصول إلى أهدافها. نعم. أيضا العقيد المالكي أشار إلى أنه لا تهاون مع القيادات الحوثية، ودعاهم أيضا وأشار إلى أن توجيهات الجنرالات الإيرانية لن تفيدهم ولن تغنيهم في ظل محاولاتهم الآثمة تجاه المدنيين وكذلك الأعيان المدنية. في هذا الجانب وتأكيد أيضا التحالف على هذا الأمر ودعوتهم أيضا للميليشيات الحوثية للاتجاه إلى الحل السياسي، وإلا فإن القوة هي التي ستواجههم. كيف تنظر إلى هذه الإشارة وأيضا التأكيد من قبل التحالف على هذا الجانب؟ نعم، مثل هذه الإشارات يجب أخذها بعين الاعتبار، وخاصة أنها تأتي من مصدر رسمي وليست من وسائل تواصل أو يعني مثلا إشاعات يتم تداولها بين الإعلاميين وما إلى ذلك، وإنما تأتي مصدر رسمي بأنه على الميليشيات الحوثية أن تعي مصلحتها ومصلحة اليمن ومصلحة المواطن اليمني وأن تعود إلى السلام. وسبق ذلك إعلان الرئيس اليمني محاولة يعني إقناع الميليشيات الحوثية بأنه على اليمنيين العودة إلى يعني مؤتمر الحوار الوطني ومخرجات دول مجلس التعاون والقرار الدولي 2216 لحل المشكلة اليمنية. فهذا التنبيه وهذا يعني الإشارة من الناطق باسم التحالف لمحاولة التقاط الحوثيين لهذه الإشارات والعمل في الاتجاه السلمي. وخلال 48 ساعة الماضية المندوب الأممي جرافيت تقريبا حاول أو يحاول على الأطراف اليمنية يعني التقاط إشارات السلام وعليها مثلا اللجوء الى الحوار وما الى ذلك. نعم. ويبقى ولكن للاسف ذلك يبقى، نعم، رهن المزاج الايراني في التوجه في المنطقه. اللواء نعم. اللواء مستور الاحمر المحلل الامني من الدمام، شكرا جزيلا لك.